اخر التطورات واخر الجديد. ديجا الاخوان بدينا تحدي، وربعة ديال الشباب اللي اختاريناهم ديجا وصلوا للتايلاند وديجا بدينا تحدي، راه ديجا بدا وديجا مشينا ضربنا الزيرو للدراري. انت اخي النهار الاول داكشي ديال الارم كلشي ضرب الزيرو. ديجا مشينا شرينا بيسياج، جوج ديال الناس اختاريناهم بشكل ديال الصديق ديالي كان في المغرب كيدور في الحاج وفي فكران ومكناس، وتلاقى مع ناس قال لهم واش خاصكم خدمه، واش كتقلبوا على خدمه، وقالوا لي اه ماشي هاد الشوجا اللي اختارينا. بزاف ديال الناس اللي تنقول لهم كاينه خدمه تيقول لك لا باغي خدمه في مدينتي، كاين اللي صيفطنا ليه غير فلوس باش يمشي قد الباسبور ديالو غبر ومبقاش كيجاوبنا هو والعائله ديالو. راه هادشي علاش الفرص راه ديما كتجي في الحياه، ولكن راه انت اللي كتضيع الفرص. هادو جوج ديال الناس تختاروا بشكل عشوائي هاك الحظ، شوف فريمون حظ، يعني باش تختار من المغرب كامل وتختار جوج ديال الناس، هاد الناس هادو ومن بعد تشوفوها في دي فيديو اللي توثقوا هادشي تختاروا بشكل عشوائي اللي ما عندي بهم حتى شي علاقه. وهنا في الايام الاخيره ملي كنت كنشوف في المغرب شنو طاري كنلقى القضيه ديال طوطو وبنادم فهمتي تيقول لك لا راه كيساب لا راه كذا، ولكن الحقيقه هي كاينه الطائفه اللي طالعه ديال الشعب، كاين واحد نسبه كبيره ديال الشباب دايرين بحال هكا، ما يمكنش هاد الحقيقه ما يمكنش تنكرها. وبالتالي هاد الناس هادو ملي كنمشي انا تنلاحظها، كنمشي انا كندوي معاهم تنقول لهم راه الايكوميرس ممكن تبدل الحياه كذا كذا كذا، انا ما كن انا ماشي واحد منهم باش يقولوا هذا نسمعوا ليه. وبالتالي هنا بقيت كنشوف بلاد الناس هادو بغينا ولا كرهنا تيشكلوا الاغلبيه في الشعب، ما يمكنش انا يسمعوا ليا. من احاول ندوي معاهم مره وجوج وثلاثه يقول لك انت قديم انت هادشي اللي كدوي فيه حنا ماشي فهمتي، هما دراري طالعين تيضربوا الحسينه بحال هكا بغيتي ولا كرهتي، الشيء اللي طالع داير بحال هكا. وبالتالي هنا قررت ان الميساج حنا دايرين التحدي هادو، الاولاد هادو تيهموني انا في الفيوتشر ديالهم يقدروا يديروا شي حاجه. هنا قلت راه الا قلت لهم انا الميساج وجبت الناس اللي تيشبهوا ليا اللي هما دوك الجوج الاولين راه تيبانوا بحالي تيلبسوا عادي تجين عادي حسنه عاديه، غادي يسمعوا لهم اللي بحالي اللي بحالي ديجا تاثروا. حنا خصنا نتاثروا في الناس الاخرين الفئه الاخرى. الفئه الاخرى كتسمع شي واحد دير حسينه بحال هكا، شي واحد فهمتي تيدوي اللونجاج ديالهم جديد اللي فيه سبان تخسر الهضره. هنا فاش بقينا كنشوفوا في الويب وكان واحد اللي حتى هو تيسب بزاف، ولكن كتخرج للشارع تتوقع ام مكفاه وحاطه اولادها وتتصوروا مع اولادها، هذه هي الحقيقه. وسيليكسيونيناه اللي هو فرعون. هنا فرعون غادي ينضم لينا. وفي الايام الاخيره في المغرب كان واحد السيد اللي داير القمه ديال البوز، القمه ديال البوز انت الفيديوهات ديالو 9 مليون 16 مليون كذا، والناس اللي كيتابعوه كيشكروه اد اند تيشكروه. اللي بحالي انايا تتلقى عنده واحد شويه تحفظ فهمتي، ولا تيقول لك لا هذا الشيء ما، ولكن هذا هو الواقع خصك تاكسبتي. وبالتالي سيليكسيونينا هاد الناس هادو اللي هو برقل وفرعون، لانهم باش نعلموهم الايكوميرس وموجود شباب اخرين غادي نعلموهم الايكوميرس من اتل زد، غادي نبداو معاهم تجربه وغادي نشوفوهم انهم قدروا يتحولوا. هاد الناس هادو ملي غادي يتحولوا غادي يوليو دي زيكزومبل وغادي يوليو قدوات ديال دوك الناس. الا شافوا برقل قدر يتبدل وفرعون قدر يتبدل، يعني حتى هما غادي يقولوا اه دونك ها انت راه هذا خطاو داروا معاه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه واشنو قدر يدير، يعني بما انه هو قدر يديرها حتى هما يقدروا يديروها. وهذا هو الهدف من هذه السلسله الاخوان كامله، هو ندير واحد الماكسيموم ديال الامباكت، وغادي يكون حتى السبتايتل بالعربيه من بعد على حقاش ما كنقلبوش الامباكت يكون في المغرب، ولكن الشعوب العربيه الاخرى ما كيفهموناش، بالتالي غادي تكون السلسله بالسبتايتل باللغه العربيه. والهدف هو نديروا الماكسيموم ديال الامباكت، والهدف هو نشوف بزاف ديال المغاربه قدروا يبدلوا حياتهم. وراه اي واحد شوف الاخوان راه حنا طلبنا من هاد الشباب اربعه والو، شوف غير غادي تسمع وغادي تطبق داكشي اللي كنقولوا وغادي تتعلم، وحنا غاديين بشويه لان عندنا 3 شهور، 3 شهور غادي يبقاو معنا هنا في الطايلون. تكلفنا لهم بكل شيء، ما يسطعش راسو، السكنه ديالو ماكلتو الصالير ديالو كلش الطياره ديالو ذهابا وايابا كلش كلش ما كنقول كلشي كلش باش يركزوا غير يتعلموا. والبروسيس عطينا 3 شهور باش نمشيو بشويه، وراه اي واحد طبق داكشي اللي غادي يطبقوه الشباب راه يقدر يبدل حياته ويدير واحد الامبروفمنت في حياته في الاي كوميرس. ملي كنقول نبدل حياته ما تنقولش لك غادي يدير المليار، نسى المليار وداك الشيء على حقاش شحال بزاف ديال الناس يبغوا يبيعوا لك هذا الوهم هذا ديال جيت دير الفلوس بالزربه، ما كايناش الفلوس بالزربه، هو الاي كوميرس هو تجاره داروا منها الفلوس الناس سنين هذه دقه فهمتي، راه اي كوميرس كانت التجاره ولا نزلنا لها الكترونيك كوميرس، يعني التجاره الالكترونيه ولات التجاره في الانترنت
حنا الهدف ديالنا هو نخليو هاد الشباب هادو بعد 3 شهور كيديروا اكثر من 10000 درهم ديالهم خدام من بي سي قدام دارو، واخا راه بزاف منهم ان شاء الله باذن الله غادي يديروا اكثر من هاد الرقم هذا وغادي يصدموني، ومتاكد سيرتو شي وحدين فيهم شفتهم ديك الحرقه ديال بغاو يخدموا ولكن الظروف ما تعطاتهمش، وهي الظروف تعطاتهم كنتمنى يستغلوها غير يسمعوا هي داكشي اللي تنقولوا ويطبقوه جسوا يسر النتائج تكون رهيبه، والهدف منهم هاد الربعه هادو هو الانسباير والشعب باش تبقى متابع لاخر التطورات وكل شيء ديال التحدي هذا. درنا ليه واحد الانستغرام اكونت جديد اللي غادي يكون تيبارطاجيو كاع الشباب وحتى انايا وكيبارطاجيو فيه اليوميات ديالهم، هو ايكوم ويب لايف، ها هو غادي نخلي لكم هنايا دخلوا ليه ديروا فولو راه تما غادي تبارطاجي كل شيء، ما نبقاش نبارطاجي عندي كل شيء، نبارطاجي واحد الواحد في المية كل واحد فيهم غادي يبارطاجي واحد شويه، ولكن راه كاملين غادي نكونوا كنبارطاجيو في اكونت واحد اللي هو ايكوم ويب لايف، هتلقاو فيه كلشي.